ايه العك اللي شغال ده؟ بامانه ثلاثة صوتهم وحش قوي. بجد من صوت تحت السلم يا جدع. هي ما عملش ليكي ولا حاجه بتتمرسيكي، بتغطي الكلمه بعشرة مش عامله حساب العشرة. انت احنا في بيت واحد قريب، قبل ما يكون احنا كده في بيت واحد اذا تاخدي ترند يا حبيبتي وتعالي ريتش شويه مش عليا. ما يصحش يا ندى. طب ومالي لما غنيها لي؟ ده انت هنديه والهنود بيحبوا الرقص والغنى. اللي ما تعرفوش بقى اللي انا صيني. وما حدش ليا زول. الكيف. فاكرة لما كنت ليا كنت جنب يا نور عينيا، طلعت فيلم ومسرحية شاطرة في التمثيل، بس انا المخرج يا شاطرة انا اللي خليتك البطلة، بس هي كانت فترة ترجعي مستحيل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة الخناقة الكبيرة اللي حصلت ما بين ندى جلجل وآية احلى، وازاي جلجل تشتم آية وتقول لها اغانيكي انت والاسطورة وسلمى كلها عك ومعمولة تحت بير السلم، ورد فعل آية احلى وانت عاوزة تعلي الريتش على قفانا. يا ترى ايه الحكاية؟ كمان هتشوفوا رد فعل الفانز والمتابعين على اللي حصل وشتموا ندى واحمد وانتوا بتعملوا ترند عشان الريتش يعلى. بجد هتتصدموا. فيديو اليوم حلو جدا وكل معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهايه لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدا بالخناقه. في البدايه جلجل بدات خناقتها مع محمود الجمل، وده حصل بعد العيد على طول لما اديها العيديه الكبيره. في موضوع الخناقه، يا بخت القطرش وصوتكم وحش. طيب ايه اللي حصل ووصل جلجل للخناق مع ايه احلى؟ والحقيقه ندى جلجل خرجت امبارح بعد الكليب وانتقدت صوت ايه جدا، وكمان محمود وسلمى وقالت ان صوتهم وحش والاغنيه كلها عك، كمان معموله تحت بير السلم. حلو نشوف ندى قالت ايه بالظبط ونرجع لكم على طول. طبعا يا جماعه ندى بتقسم بالله ان صوتهم وحش قوي، وهنا كان رد المتابعين وشهد شاهد من اهلها، يعني بتعترف ان صوتهم وحش. جلجل كمان شهدت الاولاد عليهم. يوخو في الكليب الوحش ده، الكليب ده حلو ولا وحش؟ بس يا جماعه مش هي دي المشكله خالص. ايه احلى خرجت في نفس الوقت بفيديو بتتكلم فيه عن كلام جلجل وازاي تعمل كده واحنا عيله واحده. مغلطش ليه؟ بعدين ده احنا في بيت واحد قريب. ايه كمان قالت لها بتشتميني ليه؟ انا عملت لك حاجه؟ الحوار كله مع محمود الجمل، انا مالي؟ بصنيش محمود هو حر، لك انت تبلاش تغطي فيه، انا ما عملتلكيش حاجه. اي كمان حلفت انها ما كانتش عاوزه تعمل الفيديو ده، وقالت لندى ان انت عاوزه تعلي الريتش على قفايا وان اغانيها كلها ترند. يعني يا ندى لو عايزه تاخدي ترند يا حبيبتي وتعلي الريتش شويه مش عليا. كده نكون عرفناكم كل الحوارات اللي حصلت بينهم. تعالوا دلوقتي نشوف رد فعل الفانز والمتابعين ايه وبالدليل. قبل ما نتكلم في اي حاجه، ده يا جماعه راي الفانز والمتابعين. جات لنا كومنتات كتير من الفانز بيشككوا في الخناقه دي وانها ترند عشان الريتش واقع في الاغاني. قالوا كمان ان العيله متفقين عليه، واللي زعلنا جدا ان الفانز شتموا على ندى واحمد. ودفعوا كمان عن ايه احلى. دي كومنت من متابعه قالت فيه انتوا بتعملوا كده عشان تاخدوا الترند، ولو انتوا متشكلين بجد هتتخانقوا في الفيلا مش على السوشيال ميديا. زي ما عملتوا مع ندى حمو واعتذرت في الاخر، وده لانها بتحب العيله جدا، بس طبعا ده رايها ولازم نحترمه. ودلوقتي تعالوا نعرف الحقيقه، اكيد هنقولها لكم طبعا. في البدايه احنا بنحب العيله جدا ونحترمها، والمشكله دي في كتير من الفانز مش مصدقينها، وده لاسباب كتير. واولهم الفيديوهين لجلجل وآية احلى نازلين في نفس الوقت وكانهم كانوا قاعدين في الجنينه وبيعملوه، وده لان آية بعد كده جريت على تريد ميل في الجنينه وكانت لابسه السود بتاعت الرياضه. تاني سبب كلام جلجل، هتحسوا انها بتقول لكم ادخلوا شوفوا الكليب وقولوا رايكم مش ما تتفرجوش عليه. انتوا اسمعوا الكليب ادخلوا كده اتفرجوا عليه، لو عجبكم اكتبوا عجبني، لكن لو لقيتوه عك زي ما انا شفته اكتبوا لي ده عك بس. وده السبب وجيه جدا. عمر جلجل ما هتحب ان العيله ومحمود الجمل يحصل لهم حاجه وحشه، لانهم زي ما قلنا كتير عيله واحده، والمشكله هو ان ايه بتقسم بالله انها ما كانتش عاوزه تعمل الفيديو ده.
وهي كمان ما بتحبش تدخل في الحوارات دي. كتير من الفانز قالوا لو كانت المشكلة دي حاصلة ما بين ندى حمو ومحمود الجمل وآية أحلق كان كل الفانز صدقوها، لكن جلجل في الفترة الأخيرة بتقعد كتير مع آية أحلق وكمان بقوا أصحاب جدا. ملحوظة مهمة، كل اليوتيوبر بيعملوا ترند، لكن إحنا بنحب عائلة الجمل جدا لأنهم بيحبوا بعض وده بينعكس علينا إحنا كمان، لكن إحنا وكل الفانز مش حابين أبدا نشوفهم بيتخانقوا. لو كان تمثيل أو هزار، اللي بينجح أغاني العيلة هم الفانز اللي بيحبوهم وبيسمعوهم، وأي حد لازم يواجه النقد ويحترمه لأننا مش ملايكة وكلنا بنغلط وإحنا عولكو. وفي النهاية عاوزين كل الفانز يقولوا رأيهم في الخناقة دي، وهل هي حقيقية فعلا ومصدقينها ولا لأ، ولا جلجل وآية عاوزين يعلوا الريتش عندهم؟ قولولنا في الكومنتات، والكومنت اللي هيجي عليه أكبر كمية لايكات هيظهر معانا الفيديو الجاي. إحنا طبعا مش طرف حد خالص، بس ياريت ننقد باحترام. عاوزين الفيديو يوصل لأكبر عدد من اللايكات عشان كل فانز برنس مصر وعيلة الجمل يشوفوه. دلوقتي وأخيرا تعالوا نروح لتوقعات مسلسل أسد لندى وأحمد. والحقيقة كتير من الفانز توقعوا إن أسد يمشي ورا جلجل وتعجبه ويخلى كمان بأي أحلى وما يتجوزهاش. هنقول لكم الأيام الجاية الفيلم ده يشبه لقصة إيه بالظبط، بس مش دلوقتي، خلينا نتوقع مع بعض كل حلقة هيحصل فيها إيه، وده عشان ما نحرقش المسلسل لأن فيه مفاجآت كتير من أسد هتصدمكوا. ملحوظة أخيرة، كتير سأل على السيجار اللي مستر أحمد ماسكه، وهو يا جماعة مش بيشربه، هو بيصور بيه بس. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو، قولولنا رأيكم في الخناقة دي، هل هي ترند ولا تمثيل ولا حقيقة؟ شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال، ولو هي حقيقية هتكونوا في طرف مين من العيلة؟ وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.